بنلبحها من عمر 10 سنين. كنت بالمدرسة ماني شاطر أبدا، شفت العلقة تشتغل بالجروفة، لقيت إني ملهوف إني أشتغل بهالشغلة، صرت أنزل مارستها للمصلحة، صرت شوي شوي إنه شغلة مثل فاتت بقلبي دغري وبمخي، إنه تفكيري إنه اني كنت يكون عندي كل شيء لالي ملك، لانه بالقبل بدك تشيل، بدك تشيل حصه للفلوكه لتعطيها لصاحب الفلوكه، هلا لا، حصه الفلوكه لانها للملك. كنت مارس فيها كثير صعبه. رحنا طلبنا من الأرض وهيك، قلت لنا أوكي ما في مشكل. نحن بنقصد ذوي الدخل المحدود، يعني الجماعة اللي ما قدرانين ياخدوا قرض من البنك، وخاصة اللي عندهم مشاريع صغيرة ومتوسطة من قلب بيوتهم وأكتر شوي، واللي ما قادرين يستحصلوا على أوراق بشغلهم ومش موظفين. يعني التحليل مالي بسيط، قدران فيه على دفعة معينة بتناسب حاجته اللي طلبه. السنوات اللي عملتها، أول شيء إنه اشتريت الفلوكة، ثاني شيء إنه الشبك صار فيه اشتري شبك ثابت، جبت معامل ما يعني، صار عندي مبيع أكثر وصار عندي زبونات أكثر كمان، وأنا قادر أعين عائلتي بطريقة أحسن. نكبر، نعمل مركب هلا غير الفلوكة اللي معي، بلشت فيها. بلشنا نبنيها. عالربيع وطن الله. أكيد حلم وتحقق.